بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، طلاب الصف السادس الابتدائي مدرسة المنتزه الخاصة. معاكم مستر عمر. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على بداية الوحدة الثانية اللي هي البيئة الصناعية، وهنشوف الدرس الأول العوامل الطبيعية والبشرية للبيئة الصناعية. زي ما احنا عارفين إن الوحدة الأولى اتكلمنا عن الزراعة، الوحدة الثانية هنتكلم عن الصناعة. طيب تعال نشوف كده يعني ايه كلمة صناعة. كلمة صناعة يعني تحويل المادة الخام إلى منتجات لسد حاجة السكان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي مادة خام زي مثلا البطاطس، البطاطس ممكن أدخلها المصنع تطلع لي شيبسي، عندي مثلا قطن يخش المصنع يطلع لي خيوط اللي هو في الآخر منسوجات. طيب يعني ايه كلمة بيئة صناعية؟ بيئة صناعية هي مناطق تقوم فيها الصناعة، يعني مناطق بيكون فيها مصانع كتير ويعمل معظم سكانها بحرفة الصناعة. طيب تعال نشوف كده سؤال بيقول لي بما تفسر ازدهار الصناعة في مصر؟ ليه مصر عندها صناعة مزدهرة؟ كلمة مزدهرة يعني قوية. مصر فيها صناعة مزدهرة بسبب حاجتين، بسبب وفرة المقومات الطبيعية والبشرية للصناعة. يعني عندي حاجات ربنا اداها لي وحاجات موجودة في البشر. تعال نشوف كده العوامل الطبيعية لقيام الصناعة. عندي أربع عوامل. رقم واحد الموقع الجغرافي. يعني إيه الموقع الجغرافي؟ يعني أنا لما أبني مصنع لازم أشوف موقعه فين. طب تعال نشوف السؤال، بما تفسر عند إنشاء المصانع يجب أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية. ليه لما أبني مصنع لازم يكون بعيد عن المناطق السكنية؟ لتقليل تعرضها للتلوث، ولازم يكون قريب من المواد الخام ومصادر الطاقة والأسواق. طيب تاني حاجة عندي في العوامل الطبيعية، عندي الظروف المناخية. ايه الظروف المناخية؟ كلمة الظروف المناخية هنا المقصود الرياح. بس كده يجب مراعاة اتجاه الرياح عند إقامة المصانع حتى لا تتجه الأدخنة للمناطق السكنية. تالت عامل عندي من العوامل، عندي المواد الخام. المواد الخام في الصناعة متنوعة، عندي مواد خام زراعية، عندي مواد خام حيوانية، عندي مواد خام معدنية، وعندي مواد خام صخرية. تعال نشوف المواد الخام الزراعية مثل ايه؟ قمح، ذرة، قطن، أصاب سكر. طب الحيوانية؟ لحوم ألبان وجلود. طب المعدنية؟ حديد، منجنيز، فوسفات. طب الصخرية زي الرخام والجرانيت. آخر حاجة عندي مصادر الطاقة. طيب أنواع مصادر الطاقة، عندي مصادر طاقة متجددة وغير متجددة. الغير متجددة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودي اللي لازم اعتمد عليها. طب ليه لازم اعتمد عليها؟ علشان الطاقة دي تعتبر طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. تعال نشوف العوامل البشرية لقيام الصناعة. أول حاجة عندي الأيدي العاملة والخبرة الفنية. إزاي؟ مش أي أيدي عاملة تشغل المصنع، عشان تكون أيدي عاملة لازم تكون ذات مهارة فنية مدربة. تاني حاجة عندي رأس المال. تعال نشوف السؤال بيقول لي بما تفسر يعتبر رأس المال من الأمور الهامة في قيام الصناعة. ليه رأس المال من أهم الحاجات؟ علشان رأس المال ده بيؤدي لشراء الآلات وكمان دفع رواتب العاملين. يعني هشتري الحاجات اللي ناقصاني وهدفع الرواتب للعمال اللي شغالين عندي. تالت حاجة عندي النقل والمواصلات. نقل والمواصلات بتعتبر من العوامل المهمة لقيام الصناعة. طب ليه؟ النقل والمواصلات بتقوم بتعمل ايه؟ نقل المواد الخام للمصنع، الحاجة المصنعة هنقلها للمصنع، نقل المنتجات الى الاسواق، ونقل العمال الى المصانع. رابع حاجة عندي الاسواق. الاسواق نوعين، يا اما اسواق خارجية يا اما اسواق محلية. يعني ايه اسواق محلية؟ يعني دلوقتي واحد جاي يفتح مصنع بيشوف السكان المحليين محتاجين ايه وبيصنعوا، عشان كده بقول طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية. واحد تاني بيقول لا، بشوف الدول التانية زي الدول العربية والأفريقية محتاجين ايه وبصنعه، وده هيصنع ويصدر لبره. علشان كده السوق الخارجية المقصود بيها طلب الدول الأخرى للمنتجات الصناعية مثل الدول العربية والدول الأفريقية. هنشوف سؤال مهم بيقول لي أهمية البيئة الصناعية. البيئة الصناعية بتوفر فرص عمل للشباب وتقضي على مشكلة البطالة. كلنا عارفين البطالة، أفراد في سن العمل ولا يعملون. لما اعمل مصانع كتير ساعتها انا هقدر اوفر فرص عمل للشباب. كمان رقم اتنين، البيئة الصناعية بتوفر المنتجات الصناعية لسد حاجة السكان. فعلا اي حاجة انا بحتاجها مصنوعة بجيبها من البيئة الصناعية. رقم تلاتة، البيئة الصناعية بتسهم في الحصول على العملات الاجنبية من خلال التصدير. لما اصدر بره كتير باخد عملة اجنبية، فبالتالي بزود الدخل القومي المصري.
رابع حاجة بتساهم في ارتفاع المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي للسكان. طيب تعال نشوف حاجة كمان، مجالات عمل أخرى متاحة في البيئة الصناعية، يعني مش شرط بيئة صناعية أو مصانع. أول حاجة عندي العمل في التجارة والبنوك. رقم 2 العمل في وظيفة النقل والمواصلات. رقم 3 العمل في المنشآت الصناعية والمصانع. تعال نشوف كده إيه علاقة البيئة الزراعية بالبيئة الصناعية. البيئة الزراعية بتدي الصناعية 3 حاجات: مواد خام زي القطن مثلاً، أيدي عاملة لو نفتكر نتيجة الهجرة من الريف للمدن. رقم 3 منتجات غذائية لإشباع حاجة العاملين. طب البيئة الصناعية بتدي الزراعية إيه؟ بتديها الأسمدة والمخصبات والأدوية اللي بتحتاجها التربة، بتديها الأجهزة الكهربائية والصناعية والمنتجات الغذائية. طب اللي هو المنتجات الغذائية المصنوعة اللي إيه؟ بيحتاجها أي بيت في الزراعة. رقم 3 بتديها آلات زراعية، كمثلا آلات حصد المحاصيل كالجرار والمحراث والكلام ده كله. تعال نشوف كده خصائص سكان البيئة الصناعية. السكان في البيئة الصناعية بيتميزوا بإيه؟ بص كده، انخفاض الأمية وارتفاع نسبة التعليم، طبعا في تعليم كتير. 2 الاهتمام بتعليم الطفل، ده اللي بيؤدي لارتفاع نسبة التعليم. 3 مشاركة المرأة في العمل، طبعا احنا بنلاقي المرأة موجودة في كل الوظائف الحكومية. 4 المشاركة في النقابات العمالية، النقابات العمالية دي عبارة عن نقابات أو يعتبر زي الإدارات مسؤولة عن كل حاجة، زي نقابة الأطباء، زي نقابة المعلمين، كل ده بتحدد وتحافظ على مصالح المواطن. طيب تعال نشوف كده عادات وتقاليد العمال في البيئة الصناعية. طبعا أي عادات وتقاليد فيها عادات إيجابية وفيها عادات سلبية. العادات الإيجابية التعاون، احترام مواعيد العمل، يعني الناس بتيجي في ميعادها، الانتظام في العمل، يعني مفيش غيابات. العادات السلبية يعني التدخين داخل المصنع وترك المخلفات الصناعية دون معالجة، يعني دون إعادة استخدام مرة أخرى. تعال بقى نحل كده تدريبات الواجب المدرسي ونشوف أول سؤال عندي خريطة. أول سؤال بيقول لي رقم 1 فرع نقط، كلنا عارفين إن الفرع اللي على اليمين دمياط، ورقم 2 فرع على الشمال ده فرع رشيد. رقم 3 محافظة حضرية، دي محافظة بورسعيد. رقم 4 قناة، كلنا عارفين إن دي قناة السويس. 5 الصحراء الشرقية. 6 البيئة صحراوية. 7 بيئة ساحلية. 8 على وادي النيل بيئة زراعية. 9 خليج السويس، ورقم 10 الخليج الثاني خليج العقبة. نشوف السؤال الثاني بيقول لي ايه. السؤال الثاني بيقول لي صنف المواد الخام حسب انواعها. عندي المنجنيز، يعني المنجنيز ده مواد خام ايه؟ المنجنيز مواد خام معدنية. طيب الجلود مواد خام حيوانية. طب القطن مواد خام زراعية. طب الحديد مواد خام معدنية. طب الألبان مواد خام حيوانية. طب الرخام مواد خام صخرية. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ما العلاقة بين البيئة الزراعية والصناعية، يعني بالظبط أكنه بيقول لي دي بتدي دي إيه ودي بتدي دي إيه. البيئة الزراعية بتدي الصناعية مواد خام وأيدي عاملة ومنتجات غذائية لإشباع حاجة العمال. البيئة الصناعية بتدي الزراعية أسمدة ومخصبات وأجهزة كهربائية وآلات زراعية. طيب تعال نشوف السؤال الثالث بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. السؤال الأول بيقول لي الانتظام في العمل من العادات السلبية لسكان البيئة الصناعية، طبعا الإجابة خاطئة، دي عادات إيجابية. 2 يستخدم القطن في صناعة المنسوجات، طبعا إجابة صحيحة. 3 من مجالات العمل المتاحة في البيئة الصناعية التجارة والبنوك، إجابة صحيحة. 4 يعد السوق من العوامل الطبيعية للصناعة، إجابة. 5 تسهم الصناعة في زيادة الدخل القومي، طبعا الإجابة صحيحة. تعال نشوف السؤال الرابع بيقول لي بما تفسر أهمية مراعاة الموقع الجغرافي عند بناء المصانع. الموقع الجغرافي للمصنع أو المصنع يجب أن يكون قريب من مصادر الطاقة والأسواق والمواد الخام، ويكون بعيد عن المناطق السكنية لتقليل التلوث بالمدن. طيب تعال نشوف أهمية وسائل النقل. وسائل النقل تقوم بنقل المواد الخام والعمال إلى المصانع، ونقل المنتجات الصناعية إلى الأسواق. السؤال الثالث أهمية البيئة الصناعية. 1 توفر فرص عمل وتقضي على مشكلة البطالة. رقم 2 زيادة الدخل القومي والعملات الأجنبية من خلال الصادرات.
رقم 3 تلبية حاجة السكان في البيئة الصناعية. رقم 4 الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي. تعال نشوف حدد المقصود. أول حاجة السوق المحلي، طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية. طب تعال نشوف السوق الخارجي، طلب سكان الدول الأخرى للمنتجات الصناعية مثل الدول الأفريقية والعربية. يعني إيه كلمة صناعة؟ تحويل المادة الخام إلى منتجات لسد حاجة السكان. يعني إيه كلمة بيئة صناعية؟ مناطق يقوم بها الصناعة ويعمل معظم سكانها بحرفة الصناعة. تعالى بقى نشوف حل تدريبات الكتاب المدرسي على الدرس الأول. السؤال الأول بيقول لي أهمية وسائل النقل والمواصلات في البيئة الصناعية. هقول له نقل المواد الخام ونقل العمال إلى المصانع. رقم 2 نقل المنتجات إلى الأسواق. رقم ب انخفاض نسبة الأمية في البيئة الصناعية. هقول له بسبب الاهتمام بالتعليم وارتفاع نسبتها والاهتمام بتعليم الطفل. رقم ج حاجة المناطق الصناعية إلى رؤوس أموال بسبب شراء الآلات ودفع رواتب الموظفين. السؤال الثاني، العاملين بالبيئة الصناعية عادات وتقاليد تميزهم عن غيرهم من البيئات، حدد أهم العادات الإيجابية والسلبية. العادات الإيجابية انتظام في العمل، التعاون، احترام مواعيد العمل. والعادات السلبية هنقول التدخين في المصانع وعدم إعادة تدوير المخلفات. ممكن أقولها بصيغة تانية، ترك المخلفات الصناعية بدون معالجة. طيب تعال نشوف السؤال الرابع، بيقول لي من المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة. أقول له لحوم وجلود. من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة. أقول له مصادر الطاقة والموقع الجغرافي. رقم ج من العوامل البشرية لقيام الصناعة. أقول له الأسواق ورأس المال. طيب السؤال اللي بعده صح أو خطأ، يراعى عند بناء المصانع أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية وقريبة لمصادر الطاقة. الإجابة صحيحة. ب تتنوع الصناعات بتنوع المواد الخام. طبعا صح. مصر تحتاج لشبكة طرق نقل بالسيارات والسكك الحديدية والنهارية. غلط، مصر أساسا فيها. رقم د الصناعة تؤدي إلى ارتفاع المستوى الاجتماعي والتعليمي. طبعا صح. السؤال السادس، أمامك موارد، ضع رقم 1 إذا كانت بيئة زراعية ورقم 2 صناعية. القطن هحط 1، الجلود هحط رقم 1، الأجهزة الكهربائية والأدوية هحط رقم 2، الأسمدة والآلات الزراعية برضو هحط رقم 2. آخر سؤال عندي بيقول لي قارن بين خصائص سكان البيئة الزراعية وخصائص العاملين بالبيئة الصناعية. العاملين بالبيئة الصناعية ليهم عادات إيجابية مثل التعاون، احترام مواعيد العمل، الانتظام في العمل. وليهم كمان عادات سلبية زي التدخين داخل المصنع وترك المخلفات الصناعية دون معالجة. أما خصائص سكان البيئة الزراعية ممكن أقول احترام الكبير، في برضو الزواج المبكر، عندي انتشار الأمية، عندي انتشار البطالة، عندي انخفاض مستوى المعيشة، عندي التمسك بالأرض الزراعية، عندي عمل الأطفال في حرفة الزراعة وهم صغار، عندي الزواج المبكر للإناث، عندي التزاور فيما بينهم.